معاكم حتى للحديش في رادارنا لليوم وجه أساسا للمساكن الاجتماعية. نحكي على متساكنين المساكن الاجتماعية اللي طالبوا خلينا نقولوا بالحفاظ على المساكن متاحهم. والأكثر تفاصيل معنا سي العربي الجيزاني الناطق الرسمي باسم جمعية الدفاع عن أحياء سبرورس المستثنات. لكن في الأثناء الحوار متاعنا حاضر مع سي العربي فما ردة فعل اللي رحبوا بها في البداية الأستاذة سامية برايك. أهلا وسهلا مرحبا بيك أستاذة. ما نعرفش كان تسمع فينا أستاذة تسمع فينا به أستاذة سامية برايك. ندعوك وندعو المستمعين أنه نسمعوا الوضعية وضعية سي العربي الجيزاني اللي يمثل وهو الناطق الرسمي باسم جمعية الدفاع عن أحياء سبرولس المستثنى اللي عندهم مجموعة من المطالب فيما يتعلق بالمساكن الاجتماعية. نسمعوه مع بعضنا. موضوعنا في رادار لليوم يهم أحياء سبرولس، أحياء سبرولس المستثنات، يهم المساكن الاجتماعية المستثنات، وملف مهم برشا باش نحاولوا نتبعوا خلينا نقولوا كل جزئيات الملف هذايا مع سي العربي الكيزاني الناطق الرسمي باسم جمعية الدفاع عن أحياء سبرولس المستثنات. أهلا وسهلا مرحبا بيك سي العربي. مرحبا بيك عايشك. مشكور جدا على الحضور بحضينا. خلينا نفهم معاك ونتبع معاك جزئيات الملف نتاع المساكن الاجتماعية هذية اللي تعتبر كما قلت لنا مساكن اجتماعية مستثنات. بالضبط. نحن وقع ظلم علينا عام 89 واستثناونا من عملية تفويت بتبلغ 10,000 مسكن. نحن 4 أحياء في تونس الكبرى، التعداد السكاني 4,000 ساكن. في 2015 بعد نضال كبير جانا تفويت، قلنا إني جاميت روتار لكن معايير مجحفة. خرجوا الملف من صبغته الاجتماعية ومشاو به للصبغة التجارية اللي هذا لا يستقيم. نحن سكان كما سكان توانسة اللي أعطاهم التفويت عام 89، بالعكس عام 89 أعطاهم ديارهم زالوا جدد. نحن بعد 40 سنة ساكنين فيهم ونخلصوا في الكراء فيهم، خلصوا عديد يمكن 6 مرات خلصوا، وزيد معناها في الإهمال بدون صيانة زادوا المساكن هذوما ما عادش صالحين للسكنة. نقولوا مش مشكل كي أنت تخرجوا من صبغة الاجتماعية وتهزوا الصبغة التجارية، شنو تحب؟ معناها تحب احتقان في تونس؟ نحن نفسيا نحن كمجتمع مدني عملنا جمعية في الجورد ومشينا قابلنا المسؤولين نتاع تونس من 2011 حتى لتو، وحتى كي ما يحبوش يشاركونا نوضحوا لهم نحن سكان ونحن جمعية ونحن سكان، يعني الشيء اللي نعرفوه نحن هما ما يعرفوش. خسارة المسؤولين في تونس، باقي المجتمع المدني ما يقراولوش حساب. وقت اللي أنا النجم نوفر عليك تعب ونوفر عليك تفكير نعرف كل شيء هنا، أنت ما تعرفش. هنا نحكيو على 827 مسكن و 4,000 شخص. ساكن يرحم والديك. أنا ناطق باسمهم. أنت كي تعيط لي أنا نقول لك هذا شنية قصته، هذا شنية قصته، والمسكن هذا شنية قصته، هذا باش نوفر عليك السنين اللي تعدات من عمر الناس. فما الناس ماتت وتحلم، تحلم بالمفتاح هذا متاع قبر الحياة، ماتت وغصة في قلوبها. والناس الأخرى خرجت روتريت ما عاد عندهم حتى أكسيل للواحد للقرض ما ثماش. يعني انتم ما تعملوا في بلوكاج للتوانسة ما نعرفش علاش، وقت اللي هو الشيء واضح وجلي. انت سيد الرئيس بارك الله فيك طلع على الملف هذايا، فهموا لي هذه صبغة اجتماعية وهذاك التماشي بتاعه، رجعوا الحقوق للناس. كلم سي مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية كيف كيف فهموا الوضعية، رجعوا توا باش يعاودوا باش يحطوه في صبغته الاجتماعية. عندهم توا برسك شهرين نطالبوا فيهم باش نكونوا نحن حضورنا يعني للإفادة، حضور الجمعية للإفادة للناس الكل. وابريتو أنت كي باش تاخذ قرار ما هو باش يرجع لي لي أنا، خايف لا تزيد تعمل قاف أخرى كيما عملتها 2015 ونعاود ونستناو من 2015 ل 24 وتزيد أنت تغلط ونستنى. العمر قداش فيه من سنين؟ يعني احنا كيما كنت نقول قبيله ما جيتش لهنا لا باش نشكي لا باش نبكي، جيت باش نوضح موضوع، ندق الباب نتاع المسؤول. وقت اللي في الدستور فما النفاذ للمعلومه مدستر، يعني حقي ندق عليك باش تعطيني المعلومه مش مزيه حتى واحد ما
ثماش اذان صاغية. المسؤولين نتاع تونس ما حبش الاداره هذه تتخلص من عقده. يا ولدي كي يجيك واحد من المجتمع المدني يحل الباب واسمه، كي تسمع وراه يوفر لك في التعب اللي كنت، يوفر في التعب للدوله، يوفر في التعب للمتساكن. كي انا نقل خبر، انا كي انت تعطيني الخبر انا ننقله لك للسكان بشكل احتقان وكالشيء وكالضغط، انا نعمل لامورتيسمون وانا بيدي متساكن. حتى كي نبدا نعرف اللي فما خبر مش باهي، انا نزينه للسكان باش ابسوربي ولا لو شوك. انا جيت اليوم ومشكورين انتم على الدعوه هذه، بارك الله فيكم. نحب نقول للمسؤولين يشاركونا في الموضوع هذا قبل ما ياخذوا قرار، لعل يعاودوا يغلطوا كما غلطوا في 2015. راهو لا يستقيم باش تزيد تغلط المره هذه، الغلطه بفلق. اليوم المطلوب شنو؟ المطلوب نحن سكان صبرنا من 89 حتى لتو، حتى لتو، حتى ل 24، باش ترجعني كيما التونسي اللي بعتلو عام 89 بالمعايير تاع 89، قانون تاع دولة تونسية. ما طلبتك في شيء، بل بالعكس هذاك اللي بعتلو عام 89 صي سكن 5 سنوات وخذا دار وملك، وانا لله عندي 42 سنة ساكن في دار يعني بها كان ربي اللي خلقها، انا وهي الزوز كبرنا شيختنا. فاش تبيع وفاش تشري؟ وليتوا تشريوا في احاسيس الناس، وتشريوا في ضغط العباد. ما عادش في تونس تتحمل شيء، ما يخفى على حتى واحد في تونس القدره المقدره الشرائيه راكم تشوفوا فيه، الحاله الاجتماعيه تاع تونس راكم تشوفوا فيه. ما نزيدوش هاو تمشي تاع رئيس الدوله، قال لك يا سيدي انا نحب ننصفك الفئات هذيك الهشه ونحب نمشي في الامور هذه الاجتماعيه، فماش مكان السنين اللي مرت الكل لا فايده باش نقعدوا نعاودوا ونكرروا. خلي الناس تتنفس شويه، خلي يعيشوا نهارين الاخر. ام واحد ولا طالب باش يموت يخليك الوليدات يتهنى عليهم الاخر في مقبره الحياه، هذا اش طالبين؟ وحقنا اتونسيون، لا هي مزيه لا هي من موجب قانون هذا يا سيدي، موجب قانون عندنا. شوف ملف كامل عند سيد الرئيس الدوله، علاش هو خذاه؟ خذا قرار وكلم رئيس اسمه وزير الشؤون الاجتماعيه بقرار باش يمشيوا يتوخاوا الامور الاجتماعيه البحته. عليه لانه نطلع على الملف اللي هما ما حبوش يطلعوا عليه وما حبوش يقراوه، خاطر لله وزير يجي هو قريب يتمكن وباش يفهم ينحيوه. كيما عايشين في تونس صح، تعنا 12 سنه قريب نهبل، الوزراء اكثر من المواطنين، المسؤولين اكثر من المواطنين. ما فهمتش انا مع شكون نحن باش نحكيه، وشكون باش يفهمنا، وشكون باش يوصلنا للترمينوس. الترمينوس انا نوصلك لها، ما ثماش واحد اخر. انا شارب كلمه الملف هذا، حطني قدامك تو نوصلوا الحل بحول الله. اما انت مسكر بابك نسالك ما ثماش جواب. اذا جيتك السكرتير ولا شكون هي تخدم على روحها مسكينه ما عندهاش ذنب، مش هنا قداش مش هنا شهرين ونحن ماشي جايين. جيت لهنا باش نبلغ الصوت، فماش من المسؤول الكبير يعلم اللي الموضوع هذا يلزمه حد. الحد كيفاش يكون؟ شرك المجتمع المدني وحطه قدامك وتفاوض معاه تو توصل الحل بحول الله. مثلا نحن ما نرفضين حد شيء، بل بالعكس نحن مفتوحين لجميع النقاشات، لكن مع شكون باش نتناقشوا؟ مع الهواء؟ مو عايتنا نحن باش اسمعنا، اسمعنا شركنا واسمعنا باش تفهم تو تشوف روحك اللي انت راك في منطقه غلط. هذا واضح، هذا اليوم المطلوب. اذا تقول لنا انصاف، هل 4000 متساكن اليوم 827 مسكن اليوم يلزم ياخذوا حقوقهم كما قلنا من عام 89 المعايير الاجتماعيه، وعندنا قانون ورافضين رفضا قاطعا اعتماد كل ما هو قوانين ربما جديده لا تنصف الاشخاص. هذا ينساوها جمله، هذا مستحيل باش يصير، على خاطر من 2015 غلطوا الغلطه هذه وهاكا جاوا صلحوها تو، ما نحبوش التكرار.
واضح سي العربي، مشكور جدا على الحضور بحذنا. الناس اللي تسمع فينا المسؤولين نجموا يتفاعلوا معنا على الموضوع هذا، ملف المساكن الاجتماعيه. سي العربي الكيزاني مشكور. الناطق الرسمي باسم جمعيه الدفاع عن احياء سبرالسي المستثنيات كانت هذيا رادار لليوم معيه، وكان معنا سي العربي الكيزاني الناطق الرسمي باسم جمعيه الدفاع عن احياء سبرالسي المستثنيات. خلينا ناخذوا الجانب القانوني التشريعي كرد على الملف هذايا، على الوضعيه هذيا، مع الاستاذه ساميه برايك. اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا وعسلامة الناس الكل. احنا اليوم كيما العادة حابين نحكيو على مسألة قانونية اللي تتمحور حول زوز مواضيع، هو السكن الاجتماعي عموما والوضعية او المشكل القانوني اللي تم التطرق له من قبل السيد العربي الجيزاني الناطق الرسمي باسم جمعية احياء سبرالس المستثنيت. احنا كيما نعرفوا انه يصدر قرار معناها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية من قبل وزير التجهيز والتهيئة الترابية بالتعاون مع وزير المالية، يتم من خلال هذا القرار ضبط وصيغ واجراءات وشروط تمويل ثمن المساكن الاجتماعية والمقاسم الاجتماعية المسندة في اطار برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي. هو احنا كي نرجعوا احنا للصياغه هذه او للبرنامج هذه، هو شكل من اشكال المساعدات لدعم التنميه الاجتماعيه لفئه كما قال وطرق لها سي العربي انه هذه تعتبر فئه هشه في المجتمع. يضبط ثمن تمويل معناها المساكن الاجتماعيه المسنده في اطار البرنامج الخصوصي في اطار مؤسسه قانونيه اللي تجمع بين زوز عقود. اللي احنا نشوفوا عقد الكراء اللي يمنح المكتري حق الانتفاع لمدة معينة، وعقد الملكية اللي احنا معناها عقد الكراء هذاك في اطار البرنامج تمويل المساكن الاجتماعية، عقد الكراء بطول المدة باش يتحول الى عقد ملكية يمنح صاحبه الاستعمال والاستغلال والتصرف فيه لكن بشروط. بالنسبة للشروط التي يقع ضبطها في عقد الكراء معناها هذية، هو تحط الضوابط اللي يتمتع بيئة معناها الفئة الهشة اللي تحب تتمتع بالبرنامج الخصوصي هذا. نلقاو أول شرط هو الدخل الشهري الخام لازم يكون أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون، والشرط الثاني بين الأجر الأدنى المضمون شهريا وأقل مرتين من هذا الأجر. بالنسبة لعدد الأشهر لمدة الكراء القصوى اللي شنو فيها معناها، كي نجيو نشوفوا مدة الكراء القصوى احنا نقولوا اش معناها، معناها لازم مدة الكراء القصوى هذه تجمع بين كلفة المسكن والثمن المسكن والتهيئة لهذا المسكن، او بين هي المدة تضبط بين 25 سنة او 20 سنة او 15 سنة، ويقع الترفيع في معين الكراء كل 5 سنوات بنسبة 10%. إبرام هذه العقود في العقد الكراء الممالك للمساكن الاجتماعية يقع بين المنتفع والباعث العقاري العمومي وليس الباعث العقاري الخاص والمجلس الجهوي. هنا يضبط كافة واجبات والتزامات كل من الطرفين، مدة سداد والخلاص، الإجراءات المتخذة في ضرورة معناتها في صورة عدم الإيفاء بالالتزامات وشروط نقل الملكية. بالنسبة للمنتفعين هنا بالمساكن الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للكراء الممالك، لابد عليهم من معناها المحافظة على وضعية المسكن اللي هي معناها صيغة المسكن، احنا نقولوا ان هي صيغة اجتماعية للسكنة فقط وليس تجارية، ولهذا اطرق ليه السيد عربي المزني في إطار انه الشروط المقترحة أو الأسعار التي تم اقتراحها من طرف الباحثين هذي العموميين هما شروط مجحفة. معناها احنا نقولوا انه الصيغة كما قال هو تبدلت من صيغة اجتماعية الى صيغة تجارية. لهنا احنا شو نقول، لهنا نقولوا انه معناها هو في اطار عقد، العقد هذية لازم يكون فيه جميع الشروط وجميع الالتزامات اللي تضبط كلا التزامات الطرفين. ولهنا نرجع للقانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 المتعلق بمنح الحق الأولوية للمتسوغين في الشراء ويمنحهم حق البقاء زادا.
معناها القانون يجي في الفصل 6 ويقول شركة المنتفعين بحق الأولوية في الشراء في تلك الحالة، معناها في صورة حصول النزاع، أن تمارس هذا الحق في صورة نشوب النزاع، أن يطلبوا من المحكمة ذات النظر أن تصرح لهم بأنهم المشترون للعقار الممنوح فيه حق الأولوية في الشراء، وعلى المحكمة أن تنظر مسبقا في صحة عقود الكراء أو في حق البقاء بالمحل من تاريخ بالشروط الأولى، معناه من غير تغيير أي شروط، معناته بالشروط من غير اللي تغيير أي شروط، شروط اللي تم إبرامها في العقد من أول مرحلة. هذا هو احنا اللي نجموا نفيدوا به. وكما قالوا احنا معناها تطرق ليه السيد العربي انه قال فما معناها اولويه او فما امكانيه انه يقع النظر في هذه في هذا الملف مره اخرى من طرف الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعيه. احنا نأملوا كمحامين وكلسان دفاع انه يقع النظر بتشريك الجمعيه هذه، خاطر هي الجمعيه شنو الدور نتاعها؟ انه هي تزيد توضح للوزير شنو وضعيه السكان اللي عايشين. هو احنا نقولوا انه كي نرجعوا نشوفوا المساكن وين موجوده، هي المساكن موجوده في المرسى وفي المنار الثاني وفي المنزه الثامن اللي هي 40 سنه كراء معناها و 4000 ساكن وقرابه 10000 مسكن. بالنسبه لهم هما هو قال انه احنا ماذا بينا الغايه نتاعنا ليست غايه انه باش نجيو ونعاركوا او انه نجيو، احنا جايين هما غايتهم انهم في اطار شراكه تعاون. هذا هو اليوم كلنا في اطار شراكه وفي اطار زاد ما خلينا نقولوا بما معناه اقرب حسابك الاقدميه اللي عندنا كسكان قرابه 4000 ساكن. مشكوره جدا استاذه ساميه برايك على التوضيحات هذوما كل، نتوقع اللي اغلب المتسكنين قاعدين يسمعوا فينا تحيه ليهم، ان شاء الله يكونوا جاوبنا على الاشكال. هذايا الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام، احنا مواصلين معاكم حتى لل11 من بعد شويه الموعد باش يكون في كلام مسؤول وحديثنا باش يهم المضاربه باش يهم الاحتكار. تابعونا ما تبعدوش.